الموضوع بقى تابع لانه السيده انتصار السيسي قرينه رئيس الجمهوريه تقدمت بتهنئة للشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد الذي يمثل لحظة تاريخية لا تنسى جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية. وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل عام وأنتم بخير. يمكن السيدة انتصار السيسي برضو خلينا أقف هنا بتعبر عن المرأة المصرية. صحيح. المرأة المصرية. صحيح. في الفترة دي هي بالتأكيد عاشتها لأن احنا عشناها يعني. صحيح. في جيل عاشها. المرأة المصرية في هذه الفترة كان ليها دور رائع جبار. خليني أقول أستاذة رشا، هو لما توفت السيدة العظيمة جهان السادات اللي حصل أقيمت جنازة عسكرية كرمت برئيس الدولة تقديرا لدور المرأة في حرب أكتوبر، ده كانت رمزية للمرأة. صحيح. أقيمت جنازة عسكرية لأول مرة تقام لامرأة. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما توفت السيدة جهان السادات رحمة الله عليها سنة فاتت تقريبا أقام لها جنازة عسكرية تقديرا لدورها، وخرج بكلمة وقال تقديرا لدور هذه السيدة اللي كانت بتجاور بطل الحرب والسلام، كانت جنبه جنبا إلى جنب. حتى يعني بعض المذكرات كشفت أن الرئيس الشهيد البطل أنور السادات أسر إليها، الوحيدة اللي أسر إليها لما يعلم من قربه منها كمرأة وكسيدة في ظهره وظهر بلدها. يعني الإشادة هنا بالمرأة، رمزية المرأة في الحرب كبيرة جدا ضخمة جدا. أنا واقف عند ده على فكرة كتير، أن تقام جنازة عسكرية لسيدة هي زوجة الراحل الشهيد أنور السادات وأن تدفن وأن يحضر رئيس الدولة مراسم العزاء والدفن، ده أمر التكريم، هو تكريم من رئيس الدولة لتكريم لسيدة عظيمة جاورت بطل الحرب والسلام. وغير كده يعني احنا شفنا كتير من مشاهد السيدة جيهان السادات رحمة الله عليها كانت أيضا يعني بتروح المستشفيات وبتعالج. كان ليها دور طبعا، كان ليها دور في الحرب، كان ليها دور، كان ليها دور كبير، كان ليها دور، كان ليها دور ضخم جدا. كانت سيدة مثقفة وزوجة رئيس الجمهورية وكان الأمر، كان الأمر أنا بس أنا واقف عند فكرة التكريم. التكريم هنا رمزية كبيرة جدا للمرأة المصرية. يعني فكرة المرأة المصرية، المرأة المصرية حمت الدولة دي في يناير يا أستاذ رشا. نعم. في يناير وحمته في 3 يونيو حقيقة يعني، هي اللي حافظت على البيوت وهي اللي وقفت قصاد كل المؤامرات اللي كانت بتتم في الشارع المصري. كانت بتنزل وكانت بتنزل واقفة في الميدان، وقفت في الانتخابات وقفت في الثورة وقفت في الميادين بتحافظ على بيتها، بيتها اللي هو البيت الصغير والبيت الكبير. هي أكثر الناس حفاظا على فكرة الأمن هي المرأة المصرية، ولذلك حتى الرئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي واخد باله من ده كويس جدا على فكرة، واخد باله منها وقاري المشهد كويس جدا، ممرش مرور الكرام فشافها في يناير عملت ايه، وشافها في يونيو عملت ايه، وشافها بعد كده في الاستحقاقات الانتخابية، شاف كل ده، شاف المرأة ازاي قدرت تعمل ده. حقيقة أستاذ أحمد احنا لما كنت بنزل أنا وجوزي مثلا في الانتخابات ندلي بصوتنا فكنا موجودين في لجنة واحدة، ف لجنة الستات اقول له انت هتخلص بدري عني انت. صحيح. احنا الستات انت بتوبير. اكتر بتوبير انما انتوا الرجاله يعني كانت رحيمه شويه. انا هقول لك مشهد صغير جدا قد يبدو صغير وقد يكون بعيد عن الموضوع. بص على اي مدرسه من المدارس بتلاقي السيدات واقفه بالصبح بالذات بدري واقفين بطول سور المدرسه. هنا بتحمي بلد على فكره، هي راحت تودي ابنها، بس مين ابنها ده؟ ابنها ده هو المستقبل. هي واقفه بره طول المستشفى، طول بسور المدرسة في الذهاب وفي الإياب. صحيح. ده أنا بكلمك على مشهد صغير. المشهد ده عملته في يناير وعملته في يونيو وعملته في كل الاستحقاقات، وقفت وقالت لأ، وقفت قالت لأ في كل حاجة، وكانت واقفة في كل أزمات مصر الكبيرة بتقف. صحيح. وبالمناسبة هي هتقف برضو في الانتخابات اللي جاية، واحنا في أزمة اقتصادية وواقفة في الأزمة الاقتصادية وقفة بتحاول تدبر شايلة بيتها، حال بيتها يعني. شايلة بيتها. صحيح. هي لما تشيل بيتها بتشيل مستقبل بلدها بالمناسبة يعني. صحيح. طيب